اهلا بيكم، مساء الخير. الفيديو ده يا جماعه، الصور دي سلمى الشيمي. مين سلمى الشيمي وايه الموضوع ان هي عملت ترند للصور دي، الصور اللي عملتها دي عند الاهرامات؟ سلمى الشيمي يا جماعه دي كانت اساسا خرجت معها التمريض، بعدين سابت مجال التمريض واشتغلت في مجال الازياء. حبت تشهر نفسها وتعمل يعني عشان القنوات الكبيرة وعلشان معرضين الأزياء مثلا يعرفوها، راحت لبست لبس الملكة كليوباترا وراحت عند الأهرامات وتصورت الصور دي عدت وتصورت ومشيت، مفيش أي مشكلة، ودخلت. وبعدين الصور عملت ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل، وكان طبعا معها في يوتيوبر كبير معاه قناة برضو ونشر الفيديو ليها على القناة. بعدين في أنباء بتقول إن هي تم القبض عليها، وإن الموضوع يعني خد حجم كبير، وإن ناس بتقول لا، ما ينفعش إن هي تعمل كده، وما ينفعش إن يعني تعرف حضارة مصر بالطريقة دي. وفي ناس بتقول لا عادي، وكل واحد حر، وهي يعني ده لبس الفراعنة، ولبس الفراعنة كان بالشكل ده، وهي كانت لابسة اللبس اللي كانوا لابسينه الفراعنة، واللبس اللي كانت بتلبسه كليوباترا. وناس تاني قالت لا، كل الموضوع الناس كده هتاخد فكرة يعني عن مصر وعن حضارة مصر بالطريقة دي، ما ينفعش. طبعا هو الموضوع يعني منتشر بشكل كبير جدا. حبيت اعرض الصور بتاعتها. بالنسبة لمتابعيني انا ما بعرفش، طبعا ما عرضتش حاجات زي كده يعني قبل كده، لكن معلش انا حبيت اعمل موضوع عشان هو عامل ترند. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.